وتتبعت أشقى ثمود وتبع وبنت على تأسيس كل خؤون الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين ومجمعي حطبايان على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين والقائلين لفاطم آذيتنا يا رسول الله في طول نوح دائم وحنين والقاطعين أراك تلك ما تظل في ظل أوراق لها وغصون والقائدين إمامهم بنجادة والطغر تدعو خلفهم برني خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلته عبرا وقلب مكمد محزون نادى يا وأظفار المصاب بقلبها أبتاه عز على العدا أتمعي هي في النوائب ما حييت قريني فقدي أبي أمغاص بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جني بس ما غاب شخصك يا ولينا والله يا ولينا علقة رواية الشر علينا اجاني الرجيس ويا شياطين حطبهم وياهم شايلين قلت له إيش عندك جاي لنا وك
كل يوم قلبي مروعينه آمر آمر على رجاس المدينة يقيدون اللي في العرينة اتقلبوا يا أنا طلعت وحدي وراهم بس ما شافني المشرج بدينا آمر على عبد ضربني ومن ضربته للقاع ذبني ولا واحد من أصحابه حشمني ويلي ودخلوا على الزغرة البتول بوسطة الدار من غير ساتر والجزية المشعول بالنا وهالدار هاي لطبت العدوان فيها حتى النبي ياخد اذين عد ما يجيها ليتك يا ابو القاسم تشوف اش صار بي وحال اللي عصروها يا حمى الجار وسيدته وقفت بجنب الباب تصرخ يا مسلمين ردوا ترحنا في عزاء خير النبيين لأن الرجس جاها ولطامها وسيل العين وسيدته وبنت محمده